مخاوف على صحة الشهيرة لوجين حسن المعروفة بأم الرموش بعد ظهور علامة ريمبر على صفحتها بإنستغرام واختفائها منذ فترة، وهذه العلامة تظهر في حسابات الأشخاص المتوفين فقط. مما جعل اسمها يصعد الترند على موقع تويتر في المملكة العربية السعودية، والكثير من التغريدات ظهرت تحت هذا الوسم أبرزها: مغردة كتبت حسابها بالأنستا مكتوب عليه ريمبر، وهذا ما يحطون إلا بشهادة وفاة من الأهل، يا ليت يجي أحد يقولنا إذا هي متوفية أو لا، يا ليت من الجميع يحللها ويبيحها وما يتكلم عنها بالسوء لأن الإنسان حياته قصيرة. وكتب آخر: يا رب يكون الموضوع مجرد إثارة جدل، بسامحها والله بسامحها، قلبي عورني. وكتبت أخرى: احقبوا البنت حية فجعتونا، وذي تغريدتها. وفجأة ظهر حساب على تويتر باسم لوجينا وقالت: هذا الكلام حاطينه بالأنستا من أكثر من سنة وكلام غلط، أتمنى الكل يفهم، وشكرا لكل اللي سألوا عني. ولم نتأكد إذا كان الحساب فعلا للوجين حسن أم لشخص انتحل شخصيتها، لكن المغردين طلبوا منها أن تقوم بتسجيل مقطع صوتي للتأكد من صحة ما كتبته إذا كانت هي أم لا.